بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، واكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيد في شرح ألفاظ التقريب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما وشراحهما في الدارين، آمين. في فقه السادة الشافعي، فصل في أحكام العدة وأنواع المعتدة. العدة أصلا اسم مصدر، لأن أصلا المصدر الاعتداد، اعتد اعتدادا، كويس، ده المصدر. لكن العدة دي اسم مصدر، اسم مصدر، والجمع العدد، الجمع العدد مأخوذة من العد، لأنه هيقعد يعد أشهر، يعد أيام، يعد، فسميت العدة لأنها فيها العد. وأنواع المعتدة هي لغة الاسم من اعتد، يعني الاسم المصدر من فعل اعتد، وشرعا تربص المرأة مدة، وتربص المرأة مدة يعني انتظار المرأة هذه المدة، تنتظرها يعني، تربصها يعني تنتظر مدة يعرف فيها براءة رحمها بأقراء أو أشهر أو وضع حمل. يبقى الهدف من العدة هنا الشيخ عايز يقول لك معرفة براءة الرحم، وإن كان لها أهداف أخرى، أنها للتعبد، وكذلك في عدة الوفاة لتفجعها على الزوج، لأن حزنها على الزوج برضو بيديها الشارع فترة حتى تتحمل صدمة فراق الزوج. والغالب فيها التعدد على فكرة، الغالب في العلة، في الحكمة، في العدة التعبد. ليه بقى؟ لأن لو المسألة براءة رحم كنا نكتفي بقرء واحد، برئ الرحم خلاص، جات لها حيضة خلاص برئ الرحم. فلو كانت المسألة براءة رحم فقط فيكتفى بقرء واحد، لكن احنا بنقول ثلاث أقراء، مش كده برضه؟ يبقى فيها جانب تعبدي، ومش كده وبس، والمدخول والمرأة المعقول عليها وغير المدخول في بيها، إذا مات زوجها عليها عدة وفاة مع إن ما دخلش بيها، يعني رحمها بريء بريء 100%، لكن بالرغم من ذلك المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها عليها عدة وفاة 14، بالرغم من رحمها بريء 100%، فدل من ذلك على أن هناك جانب تعبدي. تعبدي يعني إيه؟ يعني لا نعلم سببه، مجرد نقول سمعنا وأطعنا. إحنا نقول براءة الرحم ده سبب معروف وجيه شايفينه كده معقول، حتى لا يختلط ماء رجل بماء رجل آخر فتختلط الأنساب، كلام معقول. لكن طب واحدة لم يدخل بها ومات زوجها عليها عد، يبقى في جانب تعبدي مع ان رحمها بريء 100%، كويس؟ وعلشان كده قلنا ان جانب التعبد فيها اقوى، وان كان هنا لم يذكره الشارح، لم يذكره. والمعتدة على ضربين، يعني المعتدة على نوعين، متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها،
احنا ممكن نقسم المعتدات الى انواع كثيرة. اولا حرة وامة، معتدة عن وفاة ومعتدة عن طلاق، مش كده برضو؟ فيبقى عندنا ممكن نقسمها تقسيمات كثيرة. هنا قال لك ايه؟ متوفى يعني عنها زوجها يبقى عدة وفاة، وغير متوفى عنها زوجها اللي هي عدة بقية طلاق او فسخ او خلع. فالمتوفى عنها زوجها ان كانت حرة حاملا فعدتها عن وفاة زوجها بوضع الحمل. والله تقييده بحرة هنا ما كانش ليه لازم، ليه؟ لان حتى الأمة لو حامل فعدتها وضع حمل. فهمت ازاي؟ فهو لما قيد بحرة، لكن هو على اي حال هيذكر بعد كده ان الأمة برضو اذا كانت حامل فعدتها وضع حمل. فلكن هنا ليه قيد بحرة؟ ربما لان الكلام عن الحرة الاول، وهيجيب ست الأمة بعدين. لكن لو كان سكت فكان شمل الحكمين. يعني لو قال فالمتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فعدته عن وفاة زوجها وضع الحمل، مش تمشي الحرة والأمة، مش كده برضو؟ بوضع الحمل ايه؟ كله حتى ثاني توأمين مع امكان نسبة الحمل للميت. يعني واحدة لازم توضع الولد كله عشان تنقضي عدتها، ما تنقضيش عدتها بانه يتبقى جزء من الايه؟ من المولود جوه بطنها. ما ينفعش، لازم ينفصل كله. طب افرض توأم لما ينفصل اللي جوه التاني، فهمت ازاي؟ ولو ينفصل بعدها بشهر او اثنين او ثلاثة الى ستة اشهر، فما زاد عن ستة اشهر حمل جديد، ما يبقاش توأم. فهمت بقى؟ لان ابن حمل ستة اشهر. يعني افرض ولدت وبعد شهرين جابت ولد تاني، اه ده توأم، بس تأخر ايه؟ ولادته. ويبقى مقدمش عدتها بالولادة الأولى، بالتوأم الطفل الأول، تنقل عدتها بالتاني حتى يفرغ الرحم تماما. فهمت بقى ازاي؟ وعلى شكلها بكمال انفصالي. يبقى بوضع الحمل كله حتى ثانية توأمين مع إمكان نسبة الحمل. طبعا مش شرط ثاني، ممكن ثلاث توائم أربع توائم، حاجات نادرة بتحصل. المهم يفرغ الرحم مما فيه، سواء وضعت حملها أو سقط الحمل. افرض سقط الحمل، يعني ما أكملتش حملها بقى سقط، يبقى انقضى عدتها برضه بإيه؟ بالسقوط، بفراغ الرحم مما علق به من مضغة أو نطفة أو غير ذلك. حتى لو سقط قبل ثلاث شهور حتى ملناش دعوة، لأن الحامل عدتها وضع الحمل. لدرجة سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول إيه؟ يقول لو وضعت وزوجها على السرير، يعني لسه ما اتدفنش، انقضت عدتها ولا ان تتزوج. كمان سيدنا عمر كان يقول دي بالنسبه للحمل. يبقى بيقول ايه؟ فعدتها الحامل عن وفاه زوجها بوضع الحمل كله حتى ثانيه توأمين مع امكان نسبه الحمل للميت ولو احتمالا كمنفي بلعان. احنا قلنا في اللعان لما بينفي باللعان بينفي نسبه، لكن ما زال هناك احتمال قائم ان يكون الولد له. فعلشان كده برضو عدتها في بعد النفي باللعان، بعد الفرقه في اللعان، حتى تضع ايه؟ الولد اللي في بطنها. فلو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فعدتها بالاشهر لا بوضع الحمل. افرض هي متزوجه رجل اصلا لا تحمل منه، ليه؟ لانه لا ذكر له اصلا، يسموه ممسوح. الممسوح اللي هو ايه؟ لا ذكر له ولا انثيان، ده يسموه الممسوح. يبقى في الحاله دي لو ماتت وهي حامل وزوجها كان بالمنظر ده، يبقى لا يمكن ان يكون اللي في بطنها ده منه، يبقى عدتها بالاشهر مش بوضع الحمل. فهمت بقى ازاي؟ عدتها بالاشهر اللي هي ايه؟ اربعه اشهر وعشره. في عندنا بقى مكبوب. المكبوب اللي هو مقطوع الذكر لكن الانثيين موجودين، الخصيتين يعني موجودين لكن مقطوع الذكر، سموه مكبوب غير الممسوح. المكبوب ده مقطوع الآلة لكن ما زالت فيه الأوعية المنية. فلو كان حامل
وهو كان مجبوب لكن له انثيان، يبقى ما زال له مني، يبقى احتمال اللي في بطنها ده منه، لان يمكن ان يستخرج المني وتدخله هي في رحمه. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي غير الممسوح. يعني لو حمل من مجبوب تبقى عدتها وضع الحمل، لانه يحتمل ان يكون منه. فهمت الفرق؟ وإن كانت حائلا، حائلا يعني غير حامل، يبقى عندنا حامل يعني بطنها ايه جنين، وحائل يعني ايه لا جنين في رحمه. الحائل يبقى حامل عكسها حائل. وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10، ممكن تزوج. وإن كانت حائلا أو حاملا من غير زوجها تبقى عدتها بالأشهر برضه كده برضو. انا عايزك تبقى مصحصح، الفقيه ده لازم يبقى مصحصح، الصور كلها تبقى في ذهنه. وان كانت حائلا يعني غير حامل او حاملا من غير زوجها. حامل من غير زوجها ازاي؟ افرض مثلا زوجها مسافر وبعدين اغتصبها شويه عيال مجرمين، اغتصبوها وحملت من الاغتصاب، يبقى حامل من غير زوجها. جالها خبر زوجها عرف ان مراته اغتصبوه، طب ساكت مات من الحزن. فهمت ازاي؟ يبقى عدتها بالاشهر مش بوضع الحمل، لان الحمل اللي بطنها ده مش منه. فهمت بقى يا استاذ؟ فعدتها 4 أشهر و10 من الايام بلياليها، وتعتبر الاشهر بالاهلة ما امكن، ويكمل المنكسرة 30 يوما. يعني نحسب 4 أشهر ايه هلالية قمرية، 4 أشهر قمرية زائد 10 أيام. طب ليه؟ ممكن يبقى تعبدي وممكن فيها حكمة، ان لو هي ما تعرفش انها حامل في خلال ال4 أشهر حتى تنفخ الروح، فتبتدي تظهر حركة الجنين في بطنها فتعرف انها حامل. طب ده في 4 أشهر، طب وزيادة ال10 ليه؟ زيادة تأكيد. فهمت بقى؟ لأن ما كانش في اختبار حمل. كان زمان ما فيش اختبارات حمل. دلوقتي ممكن الست تعمل اختبار حمل تعرف وهي حامل في أول أسبوع. لكن زمان ما كانش فيه. ممكن تكون في مكان بعيد ما فيهوش خدمة طبية. فهمت ازاي؟ عايشة في صحراء، في أماكن بعيدة بدائية. يبقى في الحالة دي لما نقول لها عدتك 4 أشهر و10، يبقى حتى لو كانت حاملا وهي لا تدري، في خلال ال4 أشهر هيكون تحرك الجنين في أحشائها. فلما يتحرك تعرف انها حامل، تقوم تنتظر بقى لحد ما تضع حملها. فهمت بقى المساله؟ ربما يكون دي برضه فائده ال4 أشهر و10، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يجمع خلق احدكم في بطن ايه؟ امه 40 يوما ايه؟ نطفه، و40 يوما علقه، و40 يوما مضغه، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح. قبل كده في حياه لكن مش روح. في حياة وليست روح. حياة عشان بينقسم، لكن ما فيهاش الروح المكرمة المشرفة. فهمت بقى ازاي؟ زي النبات، النبات مش فيه حياة بيتكاثر، لكن ما نقولش فيه روح. مش كده برضه؟ عشان كده قالوا ان تبقى حياة نباتية، بيسموها الحياة النباتية، اللي هي الفترة الأولانية. بخلاف الأطباء، الأطباء لأنهم جهلة من وجهة نظر الفقهاء. يقول لك ازاي؟ ما هو لو ما كانش فيه حياة، ما كانش فيه روح، ما كانش يتكاثر. يا سيدي لا، في فرق بين الحياة والروح. هو تكاثر لأنه فيه حياة وليس فيه روح. فهمت بقى ازاي؟ كالنبات، فرق بين الحياة والروح. يبقى هي مات زوجها في نص شهر رمضان، كويس؟ يبقى هتقضي 4 أشهر كاملين، يبقى شوال وإيه؟ وذو القعدة وذو الحجة، مش كده برضه؟ وبعدين تاخد محرم، تخصم من محرم 2 أسبوع، عشان ده 2 أسبوع من رمضان. فهمتني ازاي؟ يبقى كده 4 شهور، وتحط عليهم 10. فهمت ازاي؟ ادي معنى تكمل الايه المنجبر، وتعتبر في المنجبر انه 30 يوم احتياطي مش 29. فهمت بقى؟ ما
احنا ما نضمنش، خلينا الاشهر الكامله الاول لان ممكن يجي لها اشهر 29، فتاخد الشهور الاول اللي هي كامله معروف، ده طلع 29 يوم شهر على بعض يبقى برضه شهر. تيجي بقى في جبر المنكسر، لما تيجي تجبر المنكسر تجبره على انه 30. فهمت بقى المساله؟ زائد بقى ال 10 ايام. طب وغير المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل برضه المنسوب لصاحب العده زي ما اتكلمنا قبل كده، وان كانت حائلا وهي من ذوات الحيض يعني من اصحاب الحيض. لو كانت العده لغير وفاه بقى والمراه دي بتحيض يبقى عدتها ايه؟ ثلاثه ايه؟ قروء. ثلاثه قروء. والقرء عند الشافعي هو الطهر، وعند الاحناف الحيض. يبقى لازم تنتظر ثلاث حيضات عند الاحناف، او تنتظر ثلاث اطهار عند الشافعي. يعني وان طلقت طاهرا على اعتبار بقى القرء بالطهر هنا، وان طلقت طاهرا بان بقي من زمن طهرها بقيه بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في حيضه ثالثه. لان لو طلقها وهي طاهر فالطهر ده في طهر لم يمسها فيه، فالطهر ده محسوب حتى لو بقى فيه يومين حسب طهر. واضح؟ وبعدين جالها حيض تطهر تاني، وجالها حيض تاني تطهر تاني اثنين، وبعدين جالها الحيض الثالثه تبقى تطهر. لان محسوبه ايه؟ الجزء الاولاني الطهر الاول. فهمت بقى المساله؟ لكن لو طهر مسها فيه وطلقها ما تحسبش الطهر ده، ما نحسبوش. فهمت؟ وفي واحد يقول لك احسبه، لان هي برضو لما هتنتظر مش هيجي لها اقراء تطلع حامل، وفي الحاله دي هتبقى عدتها وضع الحمل. فهمت؟ لان مش هيجي لها تنتظر الانتهاء من الطهر الثالث ولا اول الطهر الثالث؟ لا، ما هو الطهر الاولاني اللي طلع فيه ده محسوب، تقول تجي لها الحيضه اللي بعد الطهر ده ادي واحد، وبعدين طهرت يبقى نمره اثنين، تجي لها الحيضه الثانيه، واخد بالك ازاي؟ وبعدين تجي لها الطهر الثالث، الثالث اهو، تجي لها الحيضه الثالثه يبقى انقضى الطهر الثالث، يبقى كده انقضى الحيضه. لا، باعتبار الاطهار. عشان كده هو ده اللي قايله لك الشيخ اهو. فعدتها ثلاثه قروء وهي الاطهار، وان طلقت طاهرا بان بقي من زمن طهرها بقيه بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في حيضه ثالثه. فهمت بقى كلام الشيخ؟ او طلقت حائضا او نفساء انقضت عدتها بالطعن في حيضه رابعه. لو طلقت في اثناء الحيض ده طلاق حرام لكن يقع، يبقى ايه؟ الفترة الحيض دي مش محسوبة من العدة، نستنى لما يجي لها طهر، يبقى معناها في الطريقة دي هتحيض أربع حيضات، أول ما تطعن في الحيضة الرابعة تبقى كده انقضت العدة. وعشان كده من ضمن علة عدم الطلاق في الحيض إطالة العدة على المرأة، فيها إدرار بيطيل العدة عليه. فهمت؟ وما بقي من حيضها لا يحسب قرءا، لان احنا قايلين ان الحيض ليس القرء عند الشافعي، لان يعني الشافعي يقول لك الطهر هو القرء وليس الحيض خلافا للاحناف. طب وان كانت تلك المعتده صغيره يعني ما حضتش، او كبيره لم تحض اصلا ولم تبلغ سن الياس، او كانت متحيره يعني ناسيه زمن حيضها وبيجي لها قد ايه وجالها ولا ما جالهاش اصلا، يسموها متحيره يعني مش عارفه حاجه، دي سنه انت حبتي يا بنتي مش عارفه ولا مره مش فاكره، يمكن جات لي، طب جات لك امتى اخر مره مش فاكره، طب لما جات عادي كده ما اعرفش، اسمها متحيره او محيره لانها تحير الفقيه. يقول الفقيه في الحاله دي يقول لها ايه؟ يقول لها انت حيض إيه؟ عدتك ثلاثه ايه؟ اشهر. ثلاثه اشهر. فعدتها ثلاثة أشهر هلالية برضه قمرية، إن انطبق طلاقها على أول الشهر. يعني ثلاث أشهر لو كان طلعها مع أول الشهر. طيب فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان، ويكمل المنكسر 30 يوما من الشهر الرابع. نفس الكلام اللي احنا قلناه. فإن حاضت المعتدة في الأشهر
وجب عليها العدة بالأقراء. افرض هي خلاص قلنا لها للمتحيرة دي أو الآيسة التي لا يأتيها حيض أو إيه كان عندها حيض وانقطع، شافت حيض أثناء عدتها بالأشهر، نقول لها خلاص أنت انقلبت إلى عدة بالأقراء بقى مش ثلاث أشهر، فهمت بقى؟ انحاضت يعني. طب افرض انقضت الثلاث شهور ولم ترى حيضا ثم رأت حيضا انقضت عدتها بالأشهر، فهمت بقى المسألة؟ لكن لو رأت الحيض أثناءهم يبقى عدتها بالأطهار، فهمت المسألة؟ فإن حاضت المعتدة في الأشهر وجب عليها العدة بالأقراء أو بعد انقضاء الأشهر لم تجب بالأقراء، فهمت بقى إزاي؟ تبقى تجب بالشهور بس. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها بخلاف المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها ليها عدة وفاة، لكن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة تعتدون، مش كده برضو الآية بتقول كده؟ يبقى المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها سواء باشرها الزوج فيما دون الفرج أم لا، يعني سواء بقى إيه يعني قبلها مثلا أو شيء من هذا، طالما لم يجامعها يبقى إيه لا عدة عليها. وإن كان يعني عند الأحناف إن الدخول بالخلوة، يعني لو دخل حجرة وأغلقوا الباب عليه حتى لو لم يجامعها اسمه دخل بها، يبقى في الحالة دي لو طلقها وجب عليها إيه إنها تعتد ويجب لها المهر كله. لكن الشافعية يقول لك لا، الدخول ليس بالخلوة، الدخول بالجماع نفسه، واضح؟ وعدة الأمة، دخلنا بقى في الأمة، الحامل إذا طلقت طلاقا راجعا أو بين بالحمل أي بوضعه بشرط نسبته إلى صاحب العدة زي ما قلنا بالحرة، وقولك عدة الحرة الحامل أي في جميع ما سبق. وبالأقراء بقى بالنسبة للأمة هنخليه قرأين يعني طهرين، فهمت ازاي؟ وبالأقراء أن تعتد بقرأين، والمبعضة والمكتبة وأم الولد أنواع بقى في الإماء احنا عارفينهم، مبعضة اللي بعضها حر وبعضها إيه رقيق، والمكتبة اللي هي بتشتري نفسها من سيدها، وأم الولد التي أنجبت ولدا، كل دول كالأمة عدتها كالأمة بالظبط. يعني إيه؟ يعني قرأين، يعني حيضتين عند الأحناف أو طهرين عند الشافعي، واضح؟ طب وبالشهور بقى لو هي متوفى عنها زوجها وهي أمة هيبقى إيه؟ شهرين وخمس أيام، نصف عدة الحرة، الحرة 14 و10، طب نصهم إيه؟ شهرين وخمس أيام، خدت بالك؟ وبالشهور عن الوفاء أن تعتد بشهرين وخمس ليال. طب وعدتها عن الطلاق، احنا قلنا في الطلاق لو ملهاش حيض بتبقى ثلاثة أشهر للحرة، هنا تبقى ايه؟ شهر ونص. في قول قال لك نجبر الشهر النص وخلي شهر، تبقى شهران، يبقى الشافعي عندهم شهر ونص وشهران، قولان. ها؟ الغزالي بيرجح الشهر، الإمام الغزالي اختلف الترجيح من واحد. وعدتها عن الطلاق أن تعتد بشهرين ونصف على النصف، على النصف يعني من الحرة، وفي قول شهران وكلام الغزالي يقتضي ترجيحه. وأما المصنف فجعله أولى حيث قال فإن اعتدت بشهرين كان أولى، وفي قول عدتها ثلاثة أشهر وهو الأحوط كما قال الشافعي رضي الله عنه وعليه جمع من الأصحاب. يبقى فينا في المسألة في المطلقة من الماء ولا تحيض في ثلاث أقوال، قول شهر ونص وقول شهرين وقول ثلاث شهور، فهمت ازاي؟ ما يجراش حاجة، ما هو الإمام الشافعي كمان بيقول إيه إذا صح الحديث فهو مذهبي، ربما صح حديث عندهم، واخد بالك؟ في مثل في أقل من هذا فيقوم يعتبروه داخل المذهب. فصل في أنواع المعتدة وأحكامها. ويجب للمعتدة الرجعية السكنة، احنا قلنا بقى ايه معتدة رجعية؟ يعني طلقها الطلقة الأولى وفي العدة، أو طلقها الطلقة الثانية وهي في العدة، يسموها طلقة ايه؟ طلقة عدة رجعية يعني. ويجب للمعتدة الرجعية
اللي يمكن رجوعها يعني الزوجة مرة أخرى، السكنة في مسكن فراقها إن لاق بها، والنفقة يعني عليها على زوجها الذي طلق امرأته أن يجعلها في بيتها ولا يخرجها، واخد بالك إزاي، من بيتها فترة العدة، وكذلك ينفق عليها طعام وشراب وكسوة، واضح، فترة العدة، إلا أن تكون ناشزة. إمتى بقى تسقط عليها إيه السكنة؟ إمتى تسقط السكنة؟ إذا كانت ناشزة. ناشزة يعني إيه؟ يعني صليطة اللسان، قاعدة تتخانق مع أمه، تتخانق مع قرايبه، قاعدة في البيت بيت عيلة كل يوم عاملة له خناقة، في الحالة إيه؟ يقول لها روح اعتدي حيث شئت. فهمت إزاي؟ وسقط في حقها إيه؟ السكنة. إلا أن تكون ناشزة قبل طلاقها أو في أثناء عدتها، وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن، زي ما قلنا النفقة اللي هي الطعام والكسوة وبقي المؤن اللي هي الحاجات الضروريات يعني اللي محتاجة. درجة بعض يعني الشافعية كان زمان الدخان بيعتبروه مباح، قالك ولو كانت مدخنة يجب لها دخان، كان زمان بيعتبروه مباح، الوقت بقى حرام خلاص يبقى ما يجيبلهاش دخان. فهمت إزاي؟ اختلفت الفتوى يعني بقية المؤن إلا آلة التنظيف، يعني مثلا ما يجيب لها، مش شرط أن يجيب لها صابون وبودي شاور وكريمات وبرفانات وششوار ومش عارف إيه، مش دي شغلته، لأن هي كانت بتجيب الحاجات دي ليه إزاي بيها، فهو مش محتاجها وبالتالي مش عليه يجيبها لها، لكن لو تطوع بها لا بأس، لكن مش واجب عليه. فهمت بقى؟ ويجب للبائن، البائن اللي هي ايه؟ اللي هي يعني طلقت ولا يستطيع ردها، اما طلقت بخلع يبقى لا يستطيع ردها، او بفسخ عشان رضاع يبقى لا يستطيع ردها، او الطلقه الثالثه يبقى لا يستطيع ردها. فهمت بقى ازاي؟ ويبقى ويجب للبائن السكنة دون النفقه، يبقى البائن ليها السكنة لكن ما ينفقش عليه لانه لا يستطيع ان يردها مره، سكنها بس لحد ما تخلص عدتها وبعدين تروح، الا ان تكون حاملا. لو حامل بقى تجب النفقه لها، علشان في جواها ايه؟ جواها جنين منه، ابنه، يبقى لو حامل حتى لو بائن، لو الطبقه الثالثه ينفق عليها علشان الحمل اللي في بطنها، ويعمل لها متابعه الحمل ويولدها في المستشفى ويدفع تكاليف الدكتور، كل دي شغلته لانها الحمل ده ابنه. فهمت بقى ازاي؟ إلا أن تكون حاملا فتجب النفقة لها بسبب الحمل على الصحيح، وقيل إن النفقة للحمل، يعني اختلف هل لما تبقى حامل النفقة ليها ولا للحمل، خد بالك النفقة ليها ولا للحمل، الراجح إن النفقة ليها، الراجح إن. طب وهينبني على الوجهين دول خلاف؟ قال لك آه، إذا كانت النفقة ليها مش للحمل يبقى تسقط النفقة بالنشوز. فهمت ازاي؟ تسقط بنشوزها وتبقى نفقتها كمان لو كانت ليها تبقى نفقة مقدرة، يقدرها القاضي. فهمت بقى ازاي؟ ولا تسقط بمضي الزمان لأنها في دين في حق، ده لو كان الايه؟ النفقة ليها. طب لو النفقة للحمل، لو النفقة للحمل لا تسقط بالنشوز حتى لو نشز، لأن أنا بنفق علشان اللي في بطنها. فهمت بقى ازاي؟ والراجح وتبقى كمان على الثاني لو كان النفقة للحمل بقدر كفايته، لينفق ساعة من ساعة بقدر كفاية الحمل بس. فهمت ازاي؟ لكن على الراجح هو الأول إن النفقة دي. طيب، ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد. احنا قلنا بقى ايه؟ اذا كانت عدة وفاة هيجب مع العدة دي اللي هي الاربع اشهر وعشرة الاحداد. الاحداد يعني ترك الزينة والمبيت في بيت الزوجية، ادي معنى الاحداد، ترك الزينة والمبيت في بيت الزوجية باختصار كده سهل. ويجب على المتوفى عنها زوجها الاحداد، وهو لغة مأخوذ من الحد وهو المنع، لأنها هتمتنع من الخروج عن بيت الزوجية يعني المبيت في غيره، وتمتنع عن استعمال الزينة، فالحد هو المنع، فسميت إيه؟ الإحداد، لمنعها من الزينة ولمنعها من المبيت في غير بيت إيه؟ الزوجية.
وهو شرعا الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ يقصد به الزينة كثوب أصفر أو أحمر، ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريسم ومصبوغ لا يقصد لزينة. يعني ما تلبس الثياب اللي هي إيه فيها الزينة، قماش بيستعمل في الزينة، لون بيستعمل في الزينة، يبقى دي ما تلبسهاش. اللي هي الألوان المزهزهة والألوان الحمراء والألوان، إنما ممكن تلبس السواد، تلبس البياض، تلبس الكحلي، تلبس الحاجات اللي هي إيه غالبا لا تستعمل للزينة. والامتناع من الطيب كمان، ما تستعملش الطيب، أي من استعماله في بدن أو ثوب أو طعام أو كحل غير محرم. في كحل غير محرم، الكحل اللي ملوش لون، اللي هو زي دلوقتي إيه زي الحاجات اللي بيستعملوها في علاج العين، كان زمان يسموها التوتية زمان أيام أجدادنا، كحل أبيض كده بيستعملوه علشان إيه يعالجوا عماص العين والالتهابات اللي بتيجي في الملتحمة وغير ذلك. أما المحرم اللي هو الكحل اللي بيستعمل للزينة بقى، ده كحل محرم ما تستعملوش لأنه ده للزينة. وأما المحرم كالاكتحال بالإفمد الذي لا طيب فيه فحرام إلا لحاجة كرما، فيرخص فيه للمحدة أو للمحدة يعني. ومع ذلك فتستعمله ليلا وتمسحه نهارا إلا إن دعت ضرورة لاستعمال نهارا، على أساس أنه بيستعمله للعلاج يعني، يمكن لضرورة العلاج. وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها وأجنبي 3 أيام فأقل. طب لو مات رجل غير زوجها، أخوها، أبوها، عمها، جارها، أي حد، أخو زوج أختها، أي حد تاني، تحد 3 أيام بس من باب المجاملة كويس، وتحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك، فإن زادت عليها بلا قصد لم يحرم. يعني افرض هي إيه يعني طبيعتها ما تستعملش الزينة، هي طبيعتها كده فقعدت أكتر، فهي دي طبيعتها، فهمت إزاي؟ لكن لو أصلت أكتر من 3 في غير زوج يحرم عليه. ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت، يبقى تاني حاجة، أول حاجة ترك الزينة، تاني حاجة إيه ملازمة البيت، أي وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن لاقى بها، إن كان بيت لائق بها. يبقى تلازم البيت يعني معناه تبيت في البيت، مش معناه تتحبس في البيت. ممكن تخرج الصبح تجيب الخضار، تجيب طلباتها، تروح تزور جارتها، لكن في الاخر تبات في البيت، تروح للدكتور مريضة، فهمت ازاي؟ لكن لازم ملازمة البيت المقصود به المبيت فيه يعني، اذا كان البيت لائق بها يليق بها. انما افرض البيت لا غير لائق بها، او البيت مثلا في مكان بعيد مهجور يخاف عليه، في الحالة دي تتركه وتقعد في البيت تاني تأنس. واضح؟ ويجب على المتوفى عنها زوجها المبتوتة ملازمة البيت، أي وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن لاق بها، يعني كان لائقا به، وليس لزوج ولا غيره إخراجها من مسكن فراقها، ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها. حتى لو رضي جوزها برضه تنكس ليه؟ لان في جزء تعبدي تطيع ربها، فاهم؟ يعني افرض زوجها قال لها انا موافق اخرج، هي برضه تنكس لان في ناحيه تعبديه. واضح؟ ولا لها خروج منه وان رضي زوجها، الا الاستثناء دي مهمه، الا لحاجه فيجوز لها الخروج، كان تخرج في النهار لشراء طعام او كتان وبيع غزل أو قطن أو نحو ذلك، يعني في العمل تخرج للعمل. ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها، يعني تخرج بالليل كده تقعد مع جارتها شوية، تتكلم شوية، يتفرجوا على المسلسل، مش عارف إيه حركات الستات دي، واخد بالك؟ ما يجراش حرام، كنا لا نجيز الفرجة على المسلسلات إلا أنها حرام الصغائر، واخد بالك؟ فممكن تقعد معاها شوية، لكن في الاخر ما تيجي وقت النوم تروح داخله بيتها تاني، فهمت بقى؟ ويجوز لها الخروج ليلا الى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط ان ترجع وتبيت في بيتها. ويجوز لها الخروج ايضا اذا خافت على نفسها او ولدها وغير ذلك مما هو مذكور. خافت على نفسها لان المكان غير امن، في بلطجيه، في ناس قطاع طرق، الحراسه فيه ضعيفه،
فهمت ازاي؟ مكان بعيد خارج المدينه في البريه، يبقى من الحاجه اللي تخرج وتدور على بيت امن. فهمت بقى ازاي؟ والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على فصل في احكام الاستبراء الثلاثاء بعد القادم ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ايوه المفتوته اللي هي يعني ايه؟ اللي هي بت تلقاها يعني الثالثه، الطلقه الثالثه. ويقول لك بت تلقاها يعني ايه؟ يعني طلقها ايه؟ يعني فتها يعني قطعها. البت اصل البت القطع. هتقعد العده وهتقعد حتى تضع حملها، لانه احتمال يبقى منسوب لها. ليس لزوجها يبقى هتقعد بالشغل بس. يبقى في قول يقول لك ما يتحسبش، وفي قول يقول لك يتحسب. حسب زي ما عشان كده هنا ما قيدش مساها وما مساهاش، بدليل ان الراجح سواء مساها وما مساهاش خلاص. لكن يبقى طلاق حرام بدعي. لو طلقها في طهر مساها فيه طلاق بدعي لانه يقع. لكن يبقى اول حيضه تلقى. ايوه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.